لما نسمع كده عن لاعب مصري محترف، طبيعي جدا كلنا على طول لازم يجي في بالنا وفي تفكيرنا كل النجوم الكبار، اولهم طبعا محمد صلاح. لكن اكتشفنا ان في لاعب ماشي على خطى صلاح بنفس الطريقه والنجاح. اسمه ايه؟ اسمه بلال مظهر. مين بلال مظهر؟ بلال بيلعب في نادي باناثينايكوس ده، وطبعا ده نادي يوناني، وطبعا الـ هو تحت 19 سنه وعنده 19 سنه، وباناثينايكوس يعني من اشهر الانديه اللي موجوده في اليونان وليه اسم كبير، وزي ما انتم شايفينه ده اللبس بتاعه. ارجع لبلال، بلال بيتصدر بقى هو هدافي دوري أبطال أوروبا للشباب، وكمان بيعتبروه هداف فرقته في دوري الشباب المحلي في اليونان. بلال كمان هو ابن مظهر عبد الرحمن، يعني والده كان بيلعب كمان وكان أحد نجوم السابقين في التسعينات، وكان بيلعب مثلا لعب في فرنسا ولعب أيضا لنادي موناكو الفرنسي ولعب خارج مصر. الجميل كمان أنه بلال النهاردة عملوا له بوست على الفيسبوك وأنه متصدر. الحاجة اللي أنا متوقفة عندها إنه غريبة جدا إنه بلال لم يتم الاستعانة به لا في منتخب الشباب ولا أيضا في المنتخب الأولمبي ولا في أي منتخب الناشئين حتى. مش عارفة ليه رغم إنه عندنا حد بهذا النجاح والتألق. خليني أخد مزيد من التفاصيل مع الناقد الرياضي عمر البنوني. مساء الخير يا عمر. مساء الخير يا أستاذ شفقي، ومساء الخير للسادة المشاهدين. طيب عمر البنوبي، عمر اسمك صعب يعني زي اسمي بالظبط يا عمر، يعني هي مش ناقصه اسماء صعب. عمر قول لي حكايه بلال ايه؟ يعني اولا متصدر وليه وجود دلوقتي، وهل فعلا هو ماشي على خطى صلاح؟ نقدر نقول سنه صغير بلال، يعني خلينا نقول ان البدايه واحده، اولا انه محمد صلاح من نادي المقاولين العرب وبلال من نادي المقاولين العرب، ويمكن كابتن مظهر عبد الرحمن والده من سنتين او ثلاث سنين بالظبط لقيته بيكلمني بيقول لي بلال هيروح يلعب في باناثينايكوس اليوناني. يمكن باناثينايكوس زي ما حضرتك قلتي بالظبط هو زي الاهلي والزمالك عندنا كده، يعني هو في اليونان باناثينايكوس واولمبياكوس هم الاهلي والزمالك. فالحقيقه كانت خطوه بالنسبه لي شايف ان فيها شجاعه كبيره، ان هو ولد سنه صغير، وقتها كان سنه 17 سنه، وانه بيلعب من وهو عنده 17 سنه بيلعب تحت 19. يعني بلال السنه اللي فاتت لولا بس الكوفيد، الفتره اللي كان فيها الكوفيد لما استأنفوا الدوري، بلال عمل مفاجأة كبيرة جدا انه بقى هو صاحب الرقم القياسي كهداف الدوري تحت 19 في اليونان دوري الشباب. سجل 21 جول في 20 مباراة، وده رقم قياسي دلوقتي في دوري الشباب اليوناني. ثم بعد كده هو نقدر نقول على خطى محمد صلاح، طبعا احنا ما فيش مقارنة، طبعا مش بنحط في مقارنة ولا حاجة، لكن بلال السنة خلينا نقول هي مقارنة النجاح بالظبط، يعني انه عندنا النجاح. شاب مصري شاطر موهوب في دوري اوروبا، موجود في اوروبا بيلعب في نادي مهم، يعني من اهم الاندية اللي موجودة في اليونان. طيب انا عارفة ان انت لك السبق في اكتشاف بلال، يعني انت اولا كتبت كتاب عن والده ومظهر طبعا. كان جزء من كتاب بالظبط، كان جزء من اول كتاب عملته عن تاريخ المحترفين المصريين، لان مظهر له فتره في موناكو، موناكو وقتها وصل فاينل دوري ابطال اوروبا، يعني كانت فرقه قويه وكان مظهر بيلعب فيه والده يعني بالظبط. تمام، فبقت وبعدين جه بلال، طبعا بلال كان بالزبط. صغير وقت ما انت كتبت. طب قول لي السؤال ده اللي احنا بنتساءل فيه، خلينا نطرحه باسم التاسعه، يعني نحن نتساءل في التاسعه لماذا لا يتم البحث او انه يتم يعني الاستدعاء او انه حد يكلمه او ان حد من اتحاد كره القدم، وعندنا ازمه مهاجمين، يا بلال تعالى وتعالى العب في الناشئين، تعالى العب في الاولمبي، تعالى العب في تحت السن، يعني ليه ده مش حاصل؟ هو مبدئيا لازم نوضح نقطه كمان، انه بلال السنه دي مع التطور اللي هو فيه، هو طبعا هداف دوري ابطال اوروبا للشباب، 9 اهداف في 3 ماتشات بس، يعني اللي بينافسوه لاعبين من لعيبه من ليفربول وباريس سان جيرمان، دول لاعبين 6 ماتشات كمان وهم تحتيه، هو رقم واحد. تمام، لكن كمان هو السنه دي تم تصعيده للفيرست تيم بتاع باناثينايكوس، وكان في السكواد في ماتشين في الدوري اليوناني، يعني هو بيلعب في الفريق الرئيسي بتاع باناثينايكوس، هو بيلعب فيه في الفريق الاول كمان، وصل ان هو دخل السكواد في الفريق الاول. لكن المفاجاه فعلا انه بلال تم استدعائه مرتين تقريبا بس لمنتخب الناشئين، وللاسف وقتها حتى هو بلال نفسه اشتكى من الحكايه دي، ان المدرب وقتها كان بيلعبه في مركز غير مركزه، يعني بلال مهاجم وهداف،
بيلعبوا تحت راسين الحربة، فطبعا ده كان حاجة غريبة. وبعد كده مش في المركز بتاعه، يعني تم استدعائه مرة مرتين بالظبط المنتخب الشباب. لكن الغريبة انه انا عارف انه الجهاز الفني المنتخب مصر الاول عنده علم ببلال مظهر، الجهاز الفني المنتخب الاولمبي بشكل شخصي انا حد من المدربين في الجهاز المنتخب الاولمبي، اتكلمت معاه قبل الماتش بتاع سلافيا سلافيا صوفيا البلغاري. بلال جاب 5 اهداف في المباراة دي في دوري ابطال اوروبا شباب، ووقتها توسمت انه ممكن يكون موجود في المنتخب الاولمبي، لكن برضه لم يتم استدعائه ممكن بسبب ضيق الوقت. انا مبسوط ان بلال نفسه قال انا تحت امر المنتخب، يعني كان له انترفيو. طب يعني خلينا احنا نقول دلوقتي، يعني بلال بيقول، بلال مظهر الشاب المصري الناجح اللي بيحقق كل البطولات دي والاهداف دي، بيقول يعني، وكمان هو عنده الجنسيه الفرنسيه، لكن بيقول انا تحت امر المنتخب المصري. انه نرفع الصوت هنا من التاسعه ومعاك كمان يا عمر، ونقول انه نفسنا نشوف الشاب ده موجود في الناشئين، موجود في الفرقه الكبيره، يعني وده ممكن يحصل جدا. المنتخب الاول ومهاجم، واحنا محتاجين مهاجمين، المشكله يعني. انا اتوقع انه بلال هيتم استدعائه سواء للمنتخب الاولمبي او حتى المنتخب الاول. عندنا روي فيتوريا مدرب برتغالي لا يعرف اهلي ولا زمالك ولا مقاولين ولا يعرف الوان، هو برضو بالنسبه للمحترفين اكيد اولويه طبعا. واكيد لما يشوف لعيب زي ده في السن ده بيوصل للفيرست تيم بتاع باناثينايكوس اكيد هنا ده دور مين يا عمر؟ يعني دور مين؟ الجهاز الفني والاعلام طبعا، الشباب، الاعلام بيتكلم اهو. الاعلام النهارده يمكن بدا يتكلم، ودي حاجه يعني حاجه كويسه جدا وحاجه ايجابيه. نتمنى كمان انه على المستوى الفني هو ده دور الجهاز الفني. المفروض الجهاز الفني عنده سكاوتنج وعنده ناس بتشوف بتتابع المحترفين جوه الجهاز الفني، ده دورهم. فالمفترض انه انا المنطق بيقول انه اكيد بلال هيكون له فرصه مع منتخبات مصر. طيب يبقى اذا خلينا باسمك وباسمنا نقول للجهاز، نوجه الرساله دي من التاسعه للجهاز الفني باتحاد الكوره ومنتخب مصر، انه يكون بلال مظهر، بدل ما يعني نلاقي بقى يعني احد الانديه الفرنسيه بما انه عنده الجنسيه ويقول له تعالى وكده. فخلينا برضو ناخد ولادنا وشبابنا يبقوا موجودين. اتفضل يا عمر. هو فعلا في مفاوضات له من انديه كتير، منها انديه فرنسيه، يعني جاله عرض من لوهافر وده كان معلن، باناثينايكوس رفضوا لان هم شايفين ان هو سوبر تالنتد ومستقبل بالنسبه لباناثينايكوس، فرفضوا انه يروح فرنسا. لكن الصحافه الفرنسيه بتتكلم عنه على طول ان هو معاه الجنسيه الفرنسيه. فهنا ممكن منتخب فرنسا يلعبه؟ ده اكيد، لان هم بيهتموا جدا بالناشئين. يعني هو في منتخبات فرنسا واي منتخب اوروبي، احنا عندنا لعيب على فكره اسمه محمد طلبه بيلعب في منتخب المانيا. صحيح. برضه ناشئين. صحيح. في الوقت الحالي، فبالتالي انا ما ينفعش اخسر المواهب اللي عندي، بالعكس الكره المصريه تستفيد منهم، وخصوصا انه سواء مظهر عبد الرحمن نفسه كابتن مظهر او بلال، الاثنين اكدوا ان احنا يعني ما بنفكرش في حكايه ان احنا نلعب منتخب فرنسا، رغم ان جات عروض فعلا بحاجه زي كده. لكن حتى بلال نفسه في اخر انترفيو هو قال انا تحت امر منتخب. فاحنا دلوقتي عندنا الصوره اهو زي ما انت شايفها، عندنا بلال وعندنا الصوره اهي بتجمع مظهر وباباه، يعني الاثنين موجودين، ومظهر كان بيلعب زي ما انت قلت في موناكو الفرنسي، ولعب منتخب مصر كتير، ولعب منتخب مصر. بس خلينا نقول ان احنا محتاجين نفتح الموضوع ده، محتاجين نشوف لو في حد من الناشئين من الشباب، خصوصا ان منتخب مصر محتاج. يعني لما بنقعد بنسمع ان هم طول الوقت يقول لك ايه، ما هو عشان احنا ما عندناش بس مهاجمين. طب ما هو يعني عندنا حد وهو ممكن يجي وعندنا ويبقى على فكرة موجود أكتر في خط الهجوم، اكتر من 30 او 40 لاعب ناشئ موجودين في مختلف انديه اوروبا ومختلف الدوريات. المفروض ان الاجهزه الفنيه للمنتخبات تكون عينيها عليهم في الوقت الحالي، بدل ما يلعبوا باسماء منتخبات اوروبيه. مصر اولى بكل المواهب اللي طلعت طبعًا من هنا. طبعا انا تعالى نتفق كده يا عمر على حلقه رياضيه، هستاذن فيها بس كريم، يعني اقول له معلش انا هشتغل رياضه يوم من الايام، كريم ما بيبقاش موجود الخميس، كريم رمزي ورقم 10، ونعمل حلقه عن الناشئين دي، يعني لانه دي حاجه مهمه جدا، ونشوف كميه الشباب المصريين اللي بيلعبوا اللي احنا بحاجه اليهم لتغيير الدماء، وان ايضا يكونوا موجودين. وبصراحه حاجه تفرح لما بنسمع اسم لاعب مصري موجود في اليونان، موجود في المانيا، موجود في النمسا، موجود في اي مكان، بتبقى حاجه تفرح. انا بشكرك جدا، يعني الناقد الرياضي عمر البنوبي، بشكرك جدا يا عمر، دايما بتدينا سبق وبتدينا تحليلات مختلفة.